بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، سعد الله صباحكم وطابت جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسرور. من هنا من أرضية ميدان البصير نأتيكم وتأتيكم هذه الانطلاقة المستمرة وعلى الهواء مباشرة على الراديو وأيضا على قناة الريان الفضائية. نرحب بحضراتكم أينما كنتم في هذه الانطلاقة الموفقة بعون من الله وتوفيقه وبالجهود المبذولة من رجال اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. أيضا هذه الانطلاقات التي تأتيكم مواكبة لهذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه وأطال الله في عمره. وهذه الانطلاقات المستمرة هنا في ميدان البصير مواكبة لميدان الشحانية الميدان الرئيسي تأتي هذه الانطلاقات المميزة النقدية التي تضم في أكنافها شعارات عديدة، شعارات كبيرة أيضا حضرت هنا، أتت من كل دول مجلس التعاون الخليجي ليكون لها حضور مميز ولها بصمة سواء في ميدان البصير أو ميدان الشحانية. هذا هو ميدان البصير أيضا يحتفل بهذا العرس التراثي الكبير، هذه الانطلاقة المميزة التي وفقت بعون من الله وتوفيقه وبالجهود المبذولة من رجال اللجنة المنظمة لسباقات الهجن وبالمسؤول المباشر من هنا من أرضية ميدان البصير خليل بن ناصر الشهواني مشكورا، ومشكورا أيضا مشكورين جميع الإخوة في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن. نعود وننتقل أيها الإخوة الأفاضل إلى مقدمة هذا الشوط، الشوط الأول لسن الحقائق فئات البكار. نبدأ ونتعرف على المقدمة وعلى صدارة هذا الشوط، من تقود هذه الجموع؟ سيوف علي بن سالم بن جر الله بن سالمين من يتواجد مع المركز الأول. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، هذه الظبي عتيق بن فاران بن عتيق البريدي من يتواجد هنا مع التويجر يراقب هذا الموقف، يراقب أيضا انطلاقة الظبي، أيضا يحلم بانتزاع هذا المركز الأول في الشوط الأول. ننتقل للمركز الثالث ومن تتواجد على ثالث المراكز، الفائزة لسعد بن مبارك بضعيف النابت من يأتي ويحتل المركز الثالث. المركز الرابع الوصول والتقدم هنا من مكنونة راكان بن محسن بن راشد بن محسن بن دي شعار مستجيب، يأتي شعار مستجيب، من حصل على السيارة في ليلة البارحة وحصل على أفضل توقيت، نعم مع أبو محسن مع سلطان بن محسن ومع علي بن محسن ومع ركان بن محسن، يأتي هنا ويتقدم في هذه اللحظات، يتقدم هنا مشاهدينا الأفاضل مع مكنونة مع مكنونة. ننتقل للمركز الخامس ومن تتواجد هنا زعامة هنا مع شعار باللخن، من قاتل لأجل الرموز في ليلة البارحة في مهرجان في هذا المهرجان وأيضا في ميدان الشحانية قاتل هذا الشعار وحضر في أشواط الرموز، ولكن ها هو يحضر أيضا في هذا الصباح في هذا الشوط الأول معاك يا باللخن. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى سيوف سيوف سيوف، من انفردت مشاهدينا الأفاضل؟ من انطلقت بهذه السرعة الفائقة؟ من انفردت انفراد كلي عن بقية المراكز؟ سيوف 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 تحتل المركز الأول، سيوف تتقدم هذه الجموع هنا تحتل الصدارة بقيادة شعارها علي بن سالم بن جر الله بن سالمين مع سيوف مع سيوف. أرى المتابعة من الظبي مع أبو فران مع عتيق بن فران بن عتيق البريدي مع الظبي على مستوى المركز الثاني، خطير خطير راع الظبي، خطير هنا خطير عتيق، خطير للغاية، يحلم بهذا الشوط ويحمل رقم واحد، تحمل رقم واحد الظبي وتريد رقم واحد في هذا الشوط الذي يحمل أيضا إشارة رقم واحد، ولكن هنا في المركز الثالث
من تتقدم على ثالث المراكز؟ أول نداء لفبركة، علي بن سالم بن جار الله بن سالمين، من تتواجد فبركة على المركز الثالث؟ هنا شعار أخضر أيضا هنا يحمل النجمة البيضاء على المركز الرابع، تتقدم هنا مذخورة راشد بن محمد بن سعد النابت المري، وعلى المركز الخامس القدوم والوصول هنا من اسطنبول، اسطنبول لمحمد بن سعيد بن فهد بن خديعة. ولكن نعود مشاهدينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط، شوف الدخول على المركز الخامس، هنا التقدم في هذه اللحظات من بروك سالم بن جابر بن علي الزبداني. ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة. قلت لكم خطير فران عتيق بن فران بن عتيق البريدي هنا مع الظبي، الظبي التويجر، الظبي يتابعها التويجر هنا من قرب. يا السلام وبنسلم وبنبعث السلامات إلى مالك الظبي عتيق بن فاران بن عتيق البريدي على انتزاعه بالشوط الأول في هذا الصباح. وسلام يا تويجر، سلام وسلام يا عتيق بن فاران على هذا النابوس. المركز الثاني وصلت فيه بروق سالم بن جابر بن علي الزبدان، المركز الثالث.